يا جماعة الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده كلام محلي، احنا محتاجين واحد حسيس دولي يطلع على البلد من دي يديها العين تنزل على الارض على طول. ايوه يا محمد. ايه؟ مواطنين عاديين دخلوا هنا؟ ازاي يا محمد؟ ازاي؟ انا اللي قلت اي حد يدخل من المواطنين من الوزراء يا محمد مش مواطنين. بعدين يا كمال الرئيس في مشكلة مهمة حلها بنفسها مع الرئيس. اتفضل يا سيدي. اوعى اوعى ايدك يا عم، اوعى ايدك يا عم، تمسكني كده. احنا مواطنين وحقنا ندخل. احنا مواطنين ولازم نقابل رئيس الوزراء. هو انا عشان عايش في برج عاجل؟ اوعى اوعى يا عم يا عم اوعى يا عم. اوعى 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 يا عم، انتوا ما اتغيرتوش ابدا استعمال القوه المفرط ده. اوعى. ايه الايد الجامده دي؟ ايه الايد الجامده دي؟ في ايه مالك؟ انا باين اتشلقت يا فندم، بعد اذنك اروح اخد حقني شلل. يلا بسرعه. في ايه يا مواطن؟ ايه ده؟ رئيس الوزراء اللي بيجي في التلفزيون؟ ايوه يا سيد. طب بتطلع ازاي بعد كده من التلفزيون؟ سيادتك يعني اصل انا قدمت يعني على مشروع شقه، عشان كده انا جاي اقابلك. انا قدمت على شقه حضرتك في مشروع اللي هو بتاع اسكان العرايس من 5 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. ما هي العماير دي وقعت على دماغي اللي فيها حضرتك. عشان قدمت عليه من 5 سنين. طب سيادتك انا قدمت اللي هو بتاع مساكن صقر قريش من 4 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. المساكن دي طلعت غير صالحه للاستخدام الادمي فقفلناها. عشان احنا غير صالح. طب سيادتك قدمت في المشروع بتاع ابن بيتك يا ابن بلدي عشان محدش هيبني لك يا ابني، وخلي بالك باين ولا ايه؟ ده هايل بقى هايل. هايل ايه يا برنس؟ احنا مالنا ومال البنا؟ ايوه صحيح الكلام ده. بقى لو انتوا بتدوا شقق ولا بتدوا المشروع ده لنجارين مسلح ولا مثلا بتوع محاره، احنا مواطنين عاديين هنبني ازاي سيادتك؟ انت بتشتغل ايه؟ سيادتك انا دلوقتي عاطل، بس انا اشتغلت في كل حاجه. زي ايه؟ يعني الاول مثلا اشتغلت في تربيه الدواجن. جت انفلونزا الطيور شالت كل الدواجن. واشتغلت في ايه بعد كده؟ بعد كده اشتغلت بقى في تربيه العجول. يا كنت اربي العجل من دول تلاقيه ايه. لا النوع ده ما ربيتوش خالص صراحه. جت بقى ايه جنون البقر شال العجول كلها سيادتك. هايل هو ده. اشتغلت في الزراعه مثلا؟ زرعت الارض كلها قطن، جت الدوده كلتها كلها. هو ده. علاقتك ايه بالرياضه؟ لا على خفيف يعني، كنت بورد لعيبه للمنتخب، بعد كده قالوا كده كده المنتخب ما بيكسبش ما توردش يعني. هو ده. ايه علاقتك بالبترول؟ ايه ده استاذ وحيد سيف الله يرحمه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازاي صحه حضرتك؟ لا البترول ماليش علاقه بيه خالص يا ابني. امال ايه اللي بيحصل ده؟ ابو العيون قول لهم الحقيقه، مش هنكذب على وزير البترول. لا مش علاقة مباشرة بالبترول، لا هي العلاقة كانت عبارة ان انا مطلوب مني احفر شوية حفر على الحدود بيننا وبين بلد تانية باين ولا ايه، فحفرت الحفر هم ملوها بترول وبعدين جم ناس تانيين راحوا هدوا البترول يعني. طب اشتغلت في ايه تاني؟ اشتغلت حضرتك في رئاسة الجمهورية. ها؟ كانوا واخديني طباخ الرئيس بدل طلعت زكريا حضرتك. انا استلمت الشغل يوم 24 يناير. معرفش باين في 25 يناير حد مشي حد تاني جه، بس كانوا بيطبخوا في البيت بط باين مش عارف. هو ده. وسع كده يا عبدو. ابو العيون. نعم. انت مرتبط؟ ايه يما اتعاميتي؟ شوال بطاطس واقف جنبه ولا ايه؟ والله يا حبيبتي كل واحد اضرب نفسه، وبعدين مالك رجليك شايلك كده ليه؟ شايلاني زي ما شايلاك. ايه مفيش تقدير؟ التقدير عنده مهدير. ايه ده مالها دي؟ لا بلا مهدير بلا مسامير، تظبطي كده. ابو العيون شوف يا ابو العيون مش عايز ارد. مش اسلوب يا ابو العيون. مش اسلوب؟ فعلا مش اسلوب، سيبيني انا اتصرف. يا عسل. انت اسمك ايه؟ اسمي عنبة. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا مصطفى الحق يا وزير الكهرباء الحق. حاضر تعالي تعالي. يلا خليكي ماسكة الخشب.
تعالي بقى يا جماعة يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي يلا بسرعة يلا. ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده اكيد متكلفة فلوس كتيرة قوي. يا لهوي الحقونا يا ناس، المستشفى الخاص بتاعت وزير الصحة انفجرت. هو ده هو ده يا وزراء يا وزراء. سيادة المقدم عبده غميله عينيه بسرعة. لا انا ماليش ده ولا ده. بص يا انا عبده العبيط يا بيه ايه ده وكمان بتعرف تعمل عبيط يا عم يلا يا ديني قاتل بجلبية خد وكمان بتعرف تسحف. ما تخافش يا باشا انا هتصرف. ابو العيون شاف الكفة دي شاف العين دي. النهاردة الخميس 5/5/2005 كان عندنا كتكوت وكبر وكانت عندنا فرخه بتمشي كده اهو. خلاص يا باشا هو بقى في السليم. يعني دلوقتي اقدر اتعامل معاه؟ يا باشا نضيف اتفضل. ابو العيون نعم احنا محتاجينك في مهمه وطنيه لان انت عندك قوه خارقه. انت بتحسدني ولا ايه؟ قوه خارقه ايه؟ لا بقول لك ايه النهارده خميس 50/5 بقول لك ايه كان عندنا بتاع بيمشي كده اهو. لا يا سيدي انا ما بحسدكش انت اللي بتحسد. أنا اللي أحسدك برضو. أحسدك على إيه ولا على إيه يا سيادة رئيس الوزراء؟ ده حضرتك كفاية كفاية المكتب كفاية الصورة بتاعت حضرتك دي. يا إيه اللي كانت بتاعت حضرتك دي؟ والنبي مالك دعوة بأي حاجة في المكتب، ماشي ولا مش ماشي؟ حضرتك أنا تحت أمرك. ماشي، إحنا محتاجينك تسافر أمريكا. أسافر أمريكا؟ أيوه. إيه ده معقولة؟ يعني هركب الطيارة اللي بتطير في السماء واللي فيها المضيفة بتقول على السادة الركاب إن هم يربطوا الحزام عشان ما يقعوش من الشباك. دي الطيارة دي حلوة قوي. الحقونا يا ناس في طيارة خبطت في البرج. إيه اللي وقع في البرج قدام الطيارة؟ أنت كمان بتحسد طيارات؟ أنت إيه؟ يا أخي الطيارة دي أنت هتركب فيها كده هتفرقع بيه. لا ما دي فرقعت، إحنا نحسب من أول وجديد بقى. يا أبو العيون أبو العيون المهمة كبيرة قوي يا أبو العيون، المهمة صعبة عشان خاطر مصر. مصر يا أبو العيون، مصر بلدنا كلنا، الهرم والنيل والأهرامات وأبو الهول. وكمان عندكم مزيكة رأفت الهجان. كان عندكم مزيكة رأفت الهجان. أبو العيون ركز معايا. أركز معاك؟ مش بعينك يا سيدي. تحت أمرك يعني. يا أبو العيون. أيوة 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 أنا معاك. دلوقتي إحنا محتاجين أنت عرفت هنتابعك بإهنك؟ حضرتك يعني مثلا لو حبينا نتواصل أنا بقيت في أمريكا عشان أحسد أمريكا. أيوة هنتواصل مع بعض إزاي؟ هتكلموني إزاي؟ هكلمكوا إزاي؟ موبايلات مثلا ولا يعني مثلا عندكم هنا في الوزارة؟ إيه ده؟ ده عندكم في الوزارة هنا عدة جامدة. ده إيه التليفون الجامد ده؟ إيه التليفون اللي كان جامد ده؟ يا ابو العيون احنا هنتابعك بالقمر الصناعي. وكمان عندكم قمر صناعي؟ ايوه يا سيدي. طيب يعني انا طريقه حسد الامريكا هتبقى منقوله يعني على الجزيره مباشره مصر ولا ايه؟ لا طبعا احنا بس اللي هنشوفها. لا بس انا عايز الناس كلها يشوفوها لان كمان قناه الجزيره دي الصوره بتاعتها حلوه قوي. تياترو مصر.